أهلا بحضراتكم. أولا البرلمان الأوروبي الحقيقة خرج علينا بقى فجأة يقول لنا يا جماعة احنا بنستنكر عقوبة الإعدام ضد الأطفال في مصر. أول سؤال، وهل سبق أنه تمت توقيع عقوبة الإعدام ضد الأطفال في مصر أصلا؟ السؤال اللي بعده، طب السجن المشدد؟ طب السجن المؤبد؟ أنا ما عنديش ده. أنا في مصر عندي قانون الطفل يحظر حظرا تاما وكاملا، وليست لدينا سابقة واحدة تذكر ولا سابقة من باب الخطأ غير المتعمد، ولا واحدة. طب جبتها منين؟ يعني بناء على ايه تطلع تقرير بهذا الشكل؟ ثم كمل الاتحاد او البرلمان بتاع الاتحاد وعلق على علاء عبد الفتاح ووصف، خد بالك، السجن بانه سجنا تعسفيا. طيب تعالى نسأل البرلمان الأوروبي، وما معنى كلمة التعسفي؟ التعسف هو إضفاء صفة لم تحدث بالأساس أو غير مصحوبة بالشخص. طيب يعني هو في تعسف ضده؟ يعني من الآخر كده، من الآخر كده، يا إما في الحبس مظاليم في حالة الأخ علاء أو المواطن علاء، الشاب علاء، الناشط علاء. هو متهم بإيه؟ متهم بجريمة عنف. طيب وهل هذه التهمة واضحة جلية؟ صور موجود، تويتات موجود، بوستات موجود، اعتراف صريح، واحد معترف على نفسه يا جماعة، واحد معترف على نفسه تقريبا في 8 تغريدات أو 9 تغريدات عبر الموقع الشهير تويتر. طب الاكاونت بتاعه هو فيريفايد؟ ايوه. هو ما عندوش مشكله في هذه الافكار؟ الراجل بيقول لك لا انا حر. يعني حتى عندما كانت في بعض الردود على هذه التغريدات للمناقشه او الاستنكار، الراجل الحقيقه ما كذبش، قال لك اه انا كده. تاني ارجع للبيان بتاع الاتحاد، او يسأل، اسف، بيان البرلمان، اسأل البرلمان، نسأل كده احنا كنواب، نقول يا جماعة توصف كلمة تعسفي. ده واحد. اتنين، في رأيك ايه هي التهمة الموجهة؟ ما انت هنا عايز تسمع الاجابات، فانت طبعا هتجد اجابات ملهاش اي نصيب من الحقيقة او الواقع او طيب. اربعة، هو حضرتك تعرف هو قال ايه واعترف بايه على نفسه؟ يعني ايه رأيك في ان الولد معترف؟ تعمل ايه؟ بطبيعة الحال مجلس او المجلسين النواب والشيوخ الاثنين رفضوا رفضا قاطعا ببيانات رسمية كل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا، بل وزادوا عليه انه لو كان السادة في البرلمان الأوروبي قرروا للحظة أن يقوموا بتقصي الحقائق المشار إليها في هذا البيان لوجدوا أنه بالكامل عاري من الصحة. سيبك كمان من آرائهم كنواب وسياسيين عن أنه لا مجال، أنا مش بقولك بقى سيبك بمعنى أنه ده مش حقيقي، سيبك بقى من الحتة بتاعت أنه لا مجال أصلا لتدخلك في السياسات المصرية. يعني هو لا مجال؟ هو طبعا لا مجال، لأنه بالمناسبة لو أراد مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصري أنه يبدأوا يعلقوا على ما يحدث في دول عضوة في الاتحاد، بل ودول كبرى، أمور بقى متعلقة بالعنصرية والتعصب الديني والتحيز للون والتحيز للعرق، أوبا ده احنا هنحكي وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون سياده النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ازيك يا سياده النائب؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. حدثني وافهمني واشرح لي واسهب القول، وما رايكم في بيان البرلمان الاوروبي؟ و
مش بس الردود بتاعة المجلسين، ولكن حتى ردك عندما تدلي بدلوك كنائب عضو مجلس الشيوخ المصري. لا الحقيقة يعني الأمر اللي حضرتك بتتكلم فيه أمر شائك للغاية، لأن احنا بنتكلم النهاردة على بيان يصدر من البرلمان الأوروبي ومن مجموعة تمثل الأقلية داخل البرلمان وتنتمي إلى اليسار وحزب الخضر، وبتتكلم على أوضاع وهي أوضاع غير حقيقية بيصدقوا مجموعة من الأخبار ومن التقارير ومن المعلومات من مصادر لا تمت الحقيقة بصلة، فيصدر بيان بهذا الشكل، وبالتبعية الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بتدافع عن سيادتها وعن حقها. فالنهاردة شفنا الموقف اللي صدر من مجلس النواب المصري، واليوم مجلس الشيوخ المصري والمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق يتلو بيانا يعبر عن استياء مجلس الشيوخ من هذا التدخل الواضح والصريح في السيادة المصرية. بل اللي طلعنا بالبيان اللي صادر عن البرلمان الأوروبي، خلينا نقول ان هذا البيان في البداية طبعا هو والعدم سواء، لانه يعني ولا البرلمان الأوروبي له سلطة على الدولة المصرية او تدخل في هذه الشؤون الداخلية. ثانيا احنا شايفين هذا البرلمان اللي بينادي بالديمقراطية وبينادي بالحقوق الإنسان بيتدخل داخل الدولة المصرية وبيطالبها ان النهاردة السلطة التنفيذية تفرض على السلطة القضائية. طب احنا بأي مبدأ نتحدث ونتناقض في الفصل بين السلطات وتقول لي ده في ديمقراطية حقيقية وفي فصل بين السلطات، وانت بتنادي بتقول يا سلطة تنفيذية تدخلي في السلطة القضائية واخرجي هذا السجين او ذاك السجين. بالإضافة إلى معلومات مغلوطة تماما زي ما ذكرتك حضرتك، زي إعدام الأطفال وما إلى ذلك، من مثلا عدد ذكروا عشرات المسجونين داخل السجون المصرية، لكن إذا فحصنا هذا الطرح هنجد إن هم بيتكلموا عن شلة معينة بعينها أربع أو خمس أفراد، ما بنتكلمش عن هذا، فأين هذه الأعداد؟ فبالتبعية هذا التناقض الواضح اللي ظهر من كلامهم سواء على مستوى ان النواب اللي بينتموا الى اليسار واللي اثاروا هذا الموضوع. وخلينا هنا ناكد على شان مهم للغايه، وهو ان الشراكه المصريه الاوروبيه بتعني ان الطرفين متساويين. يعني مهما كانت ابعاد هذه الشراكه والتعاون اللي بين الدوله المصريه وبين اوروبا وبين الدول المختلفه، ياتي في اطار من التساوي، وليس هناك اطار يخلي هذا البرلمان او يسمح لاي كيان من الكيانات اللي بتنتمي الى هذه الدول انها يبقى في املاءات على الدوله المصريه ويبقى في طلبات بهذا الشكل وتدخل سافر في سلطات الدوله المصريه وفي اقرار القانون. النهارده احنا بنتكلم مثلا لو اخذنا على مثال الشخص اللي بينادوا بالافراج عنه او اخلاء سبيله او العفو عنه، شخص متهم في جناية استنفذ كل درجات التقاضي سواء من الجولة الأولى والثانية ثم أصبح الحكم نهائيا وباتا وينفذ هذه العقوبة. طب النهاردة هل الدولة أخلت بحق بالحقوق هذا المتهم في القضاء العادل وفي أنه هو يحاكم أمام قاضي طبيعي وفي أنه هو يمثل بمحامي وبأكثر والكثير من الإجراءات اللي الدولة المصرية كانت حريصة تمام الحرص على أن تؤديها؟ فكيف لهذا البرلمان ولهؤلاء النواب اللي خليني اقول لحضرتك ان للاسف بعض من هؤلاء النواب كان موجود هنا في كوب 27 وشارك في الجلسات اللي كانت في شرم الشيخ، ازاي يصدر منهم هذا الكلام وهذا التدخل وهذا الاعتداء الواضح على السياده المصريه وعلى سلطات الدوله المصريه سواء السلطه القضائيه او السلطه التشريعيه او السلطه التنفيذيه؟ حقيقة كان بيان مستفز جدا ومؤذي إلى كافة الأطراف المصرية، طوائف الشعب المصري كلها اتأذت من هذا البيان. والحقيقة البيانات اللي صدرت سواء من الكيانات السياسية الأحزاب أو حتى البرلمان المصري أعتقد أنها كافية للرد على هؤلاء، وأيضا هيعقبها مجموعة من التحركات من الشعب بقى البرلمانية سواء الأورو متوسطية وما إلى ذلك عشان نقدر نوضح الرؤية الحقيقية، لأنه واضح
إن اللي بيوصل فعلا والمعلومات اللي بيستقي منها هؤلاء النواب والبرلمان معلوماتهم ويبنوا عليها أفكارهم هي مصادر مجهلة، مصادر مغلوطة، مصادر بتنقل صورة غير صحيحة عن الدولة المصرية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة اللي احنا بنبنيها. طيب بسيادة النائب خليني يعني أقول لك، طب أما أن الأوان، مش أقول لك حتى نستخدم أسلوب الهجوم المضاد بكاونتر أتاك، لكن حتى ولو من باب توضيح الرؤية، أنا هعتبر أنه في النهاية النواب اللي هناك دول عندهم يعني عدم معلومة، عدم وجود معلومة واضحة، عدم الوصول إلى أصل الأمور إلى آخره. طيب ما ناخد التغريدات بتاعة علاء عبد الفتاح المنشورة والموجودة على تويتر حتى هذه اللحظة، وتبعت لهم اللينكات بتاعتها، مش بس السكرين شوت، ويبعت لهم معاهم الترجمة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والأسبانية من غير ما يريدوا تطوعا مننا، مش لهؤلاء النواب، ولكن في رد واضح من الغرفتين للبرلمان المصري، شيوخ ونواب، يقول لهم اتفضلوا قولوا لنا ما رأيكم في مثل هذه الأمور، وإيه هي شكل العقوبة التي توقع على المواطن الأوروبي إن كتب مثل ما كتب علاء طبق الأصل. طبق الأصل، لا أزيد ولا أقل. إيه رأيك؟ في الشق الأول يعني عايز أقول لك إن إخواتنا وأهلينا من الشعب المصري ما بيتوصوش، عملوا كده على السوشيال ميديا، الصفحة الرسمية بتاعت البرلمان الأوروبي، ومتابعة التعليقات اللي المصريين بدأوا يحطوها باللغات المختلفة على المنشورات على صفحة البرلمان الأوروبي، اللي بتؤكد وبتدين هذا الشخص بتحريضه على قتل القوات قوات النظام، القوات النظاميه وقوات انفاذ القانون، وكل الاشياء اللي ادين عليها هذا الاخ كلها الشباب المصري. يعني انا شفتهم الحقيقه وقلت ربنا يكون في عون النواب دي على ولادنا، لما يعني الحقيقه عبروا عن ارائهم، خدوا هذه اللينكات، حطوا المنشورات اللي كان نشرها هذا الشخص اللي تهدف الى التحريض، وحطوها في كومنتات على الصفحه. الحاجه الثانيه او الشك الثاني، الطرح اللي حضرتك بتقوله، طب هل النهارده مصر ممكن تعلق على حقوق الاقليات او ذوي السترات الصفراء في فرنسا النهارده وباريس، ونقدر نتكلم في اسبانيا عن انفصال اقليم كاتالونيا ونعلق؟ هو ده الموقف اللي بيفرق بين الدول المحترمه. طب انا هقول لك على حاجه لطيفه، والله بفكر معاك بصوت عالي، سؤال بس، هو ايه وضع ايرلندا من انجلترا؟ سيبك من البرلمان الاوروبي، ايه وضع ايرلندا من انجلترا؟ بالظبط ده بجد والله. طيب وبالعوده الى البرلمان الاوروبي، يعني عايز تقول لي ان مفيش عنصريه مرتبطه بالعرق وباللون في اوروبا؟ لا، انتهاكات صريحه لحقوق الانسان بتقوم بيها مجموعه كبيره من الدول داخل اوروبا. هل مصر النهارده بس النهارده بقى، ما هو ده اللي بقول لحضرتك، يفرق بين دوله زي مصر علمت العالم كيف هي الدول وكيفية صناعة الدول وكيفية إدارة الدول، وبين مجموعة من الدول. وخليني أقول لحضرتك، إحنا زي ما قلت هنفترض حسن النية، لكن أنا شايف إن مفيش حسن نية خالص، سواء من المجموعة اللي وقعت على هذا البيان أو أثارت حتى المشكلة وتحدثت عن وضع حقوق الإنسان في مصر. مصر فيها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مصر فيها تقدم بشكل ملحوظ في ملف حقوق الإنسان، وخطوات واضحة وصريحة الدولة المصرية بتاخدها عشان يبقى عندنا حقوق حقيقية وممارسة حقيقية وتمتع حقيقي بالحقوق، ومنها حياة كريمة بأبسط مثال. صحيح. أنا بشكرك جدا يا سيادة النائب، كل الشكر لسيادة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. السادة الكرام، في البرلمان الأوروبي وكأنهم يريدون تطبيق العدالة بشكل رأسي، يعني العدالة عندما تطبق تطبق أفقيا، أي عدالة للكل، أفقي على امتداد الخط وصولا إلى خط الأفق. أما العدالة من وجهة نظر مثلا بيان البرلمان الأوروبي، فهي عدالة رأسية، يعني نازلة كده متفصلة على مقاس علاء عبد الفتاح فقط. طب والباقي؟ عاوز تشوف العدالة الأفقية يبقى ترجع للجنة العفو، عاوز تشوف الحريات السياسية ارجع للحوار الوطني. طب ده معناه ايه يا يوسف؟ اقولك، لجنة العفو لا تعرف فلان من علان،
لجنة العفو عندها مجموعة من المعايير بناء عليها بتبدأ تشتغل عشان بعد شوية تحصل الإفراجات اللي احنا كل أسبوعين ثلاثة بالكتير بنجد موجة جديدة من الإفراجات. ليه؟ لأنها قايمة على المعيار، مش قايمة على الاسم، مش قايمة على الشخص، مش قايمة على مين مشهور، مش قايمة على مين قرايبه أجانب، مش قايمة على مين عاوز يحصل على جنسية أجنبية خالص. دي اسمها عدالة رأسية. ده بقى بالمناسبة لازم يتوجه للاتحاد الأوروبي ويتقال لهم يا برلمان بتاع الاتحاد الأوروبي، سيادتكم بتطالبوا بعدالة رأسية التطبيق وليست أفقية العدالة. العدالة أفقية للكل مش لواحد. يعني انت عايز تقولي مفيش حد في مصر غير علاء؟ يعني هي مصر مفيهاش غير علاء؟ سيبنا من الأسئلة اللي احنا ممكن احط لك قدامها عشرات الأسئلة بتاع وماذا قدم علاء، وإيه هو نوع النشاط السياسي بتاع علاء، ويا ترى إيه هو الإنتاج الفكري بتاع علاء، وماذا أسهم علاء سواء إذا كان في يناير ولا في 30/6 ولا في غير، يعني إيه إسهامه الفكري، طب إيه المنتج الفكري بتاع علاء. دي أسئلة بتطرح من وقت ما أثيرت القصة بتاعت علاء في شرم الشيخ حتى هذه اللحظة. سيبك من رأيي، أنا بقولك أدي الأسئلة، طب ما نسمع عليها أجوبة. مثلا السؤال اللي بعده، وده اللي أنا دايما أحب أطرحه، يعني نفس الكلام اللي كتبه الأستاذ علاء، الأخ علاء، المواطن علاء، السؤال نفس اللي كتبه لو أنا يوسف حاصل على الجنسية الفرنسية مثلا، أو أنا اتولدت وعشت، أنا ما اسميش يوسف، أنا اسمي أي حاجة، ألفونسو جيمينياني المحامي، أي حاجة، وكتبت كده جوه بلدي نفس الكلام هو، يا ترى هيتعاملوا معايا ازاي؟ في واحد حدف بيضة انبطح ارضا مثلا. دايما انا اقول طب سؤال، هو البرلمان الاوروبي لماذا لم يوجه اللائمة على التعامل البريطاني مع الايرلنديين؟ اقول لك تعالوا بعد اذن حضراتكم هنسمع ونشاهد مقتطف صوتي من مجلس الشيوخ بيتضامن مع مجلس النواب ضد قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر. اللي أنا عايز أقوله لك، اوعى تفتكر كل اللي بنتكلم فيه ولا اللي بيتكلم فيه السادة النواب ولا مش عارف إيه، لأنه ده متعلق بينا احنا في مصر. يا سادة يا كرام، المسألة كلها متعلقة بالمبدأ. اللي عمله علاء عندكم في أوروبا بتتعاملوا معاه إزاي؟ أنا عايز أسمع منك، قول لي ان اللي يقول كده ويكتب كده في اوروبا ما بنعملوش حاجه، وبنسيبه قاعد في البيت وبيقعد في بلكونه بيتهم يشرب شاي بلبن وياكل سندوتش جبنه رومي ويروح الشغل ويتفرج على التلفزيون ويحضر حفلات السيما وميت فل. اقول لك اه بقى صراحه انتوا كده يا جماعه ناس ما عندكوش اي ازدواجيه في المعيار. قول لي كده عشان انا بكره الصبح اخد بعضي واروح اقعد في عاصمه اوروبيه وهقعد اتوت تحريض على المجتمع وعلى رجال الامن وعلى الجيش وعلى القتل وعلى حرق الجثث والتمثيل بالجسامين. اقول له الله، هو انتوا مش قلتوا عاجي؟ خلونا نشوف. السيدات والساده اعضاء المجلس الموقر، استقبلنا جميعا بكل استياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 من نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وإن كان هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة الادعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة القواعد والأعراف الدولية. وللأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة داعمها. وهذه الأمور
لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها، لا سيما مصر الأبية. وإذ يستنكر مجلس الشيوخ رافضا بأشد العبارات وأقصى المعاني هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات وافقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعا، وهو ما يقود أحقية صدوره ومصداقيته. كما يرفض المجلس تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية. ويؤكد المجلس أن مصر على الدوام تحترم جميع التزاماتها التعهدية، وعلى رأس ذلك احترامها للشأن الداخلي لأي دولة إيمانا منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق. وإن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيدا ومؤكدا على كل ما صدر في بيان مجلس النواب ردا على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب بل وغير الحكيم. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، وسط ما ينتابنا جميعا من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك في إصداره كي يستوثق وهي طبيعة أصيلة في الأداء البرلماني مما عرض عليه من معلومات لوجد الحقائق جلية أمام عينيه يعلمها القاسي قبل الداني. فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس جمهورية جديدة أنها تبدأ حقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إيمانا بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرات حياة كريمة إحدى وأهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها. وكذلك الحال بالنسبة لمبادرات الصحية التي أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن. تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية، وذلك كله إعلان للقيم الإنسانية ودعما وحفظا لحقوق الإنسان. كما أطلقت مصر الحوار الوطني الذي يجمع كل طوائف وفئات الشعب ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين بهدف إدماج الرؤى والأفكار لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية. وتزامنا مع إطلاق هذا الحوار البناء جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي بذلت جهودا حثيثة في الفترة القليلة الماضية في شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلا عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الدولة المصرية التي يشهد تاريخها وحاضرها على اعتزازها بكل القيم الإنسانية،
فقد عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه وأرضاه، فاحتضنت ملايين اللاجئين بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها في ذلك والبعد الإنساني، حيث يتمتع اللاجئون ومنتبس اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبي اللجوء كي ينعموا بحياتهم في بلدهم الثاني مصر. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، في النهاية نؤكد على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة في إطار رؤيتها الوطنية وتلبية لطموحات جميع المصريين وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دائما. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكر وسوء. طيب، اولا اهلا بكم معنا مره تانية. خبر حلو، بس انا اظنه احنا محتاجين نفهم بقى ايه اسبابه ونحاول قدر الامكان برضو لازم نفهم، ويفضل جدا يعني ان الخبراء هم اللي يبداوا يشرحوا لنا الكلام ده. ايه هو؟ البورصه المصريه اغلقت مؤشرات البورصه، وخبر حلو، اغلقت مؤشرات البورصه المصريه تعاملات جلسه النهارده على ايه بقى؟ ارتفاع جماعي للمؤشرات. طيب الارتفاع ده مدفوع بايه؟ عمليات شراء من قبل مستثمرين وأجانب، فيبقى رأس مال السوق بيربح حوالي 14.7 أي 14 مليار و700 مليون جنيه. حلو كده؟ طيب هل بس الخبر حلو بسبب الرقم؟ أقول لك لا، أنه في أرباح يعني، أقول لك لا، ده في تاني، في أنه هو أغلق عند مستوى، المؤشر أغلق عند مستوى كام؟ 855 مليار 941 مليون. طيب ده معناها أنه دي أعلى نسبة أو أعلى معدل ارتفاع في المؤشر من سنة 2020. EGX 30، اللي هو EGX ده اللي هو بتاع الكبار، بيصل نسبته إلى 1.8، اللي هي أعلى مستوى 13,009.48 نقطة. دي الأعلى من يوم 27 فبراير 2020. إيه اللي أنا بقعد أفكر فيه بقى هنا؟ ده اللي هحاول أنا يمكن مش بس النهاردة، لأ ده النهاردة وبكرة هقعد أعمل كم تليفونات قدر الإمكان أفهم إيه السر، وهل ده معناه أنه ما هو قادم تحديدا جوه البورصة المصرية فنقدر نعتبر، أنا مش عايز أقول كده من دلوقتي، لما نبقى نفهم، هي بشرة سارة للمستثمرين في البورصة؟ طيب ولما الأسهم بتغلق على مستوى عالي ولما بتحصل موجات شراء كبيرة مصريين وأجانب، معناه إيه؟ خد بالك، أنت لما بتشتري ده معناه أن في موثوقية في هذه الأسهم، ولما بتشتري، طب هتقولي موثوقية بمعنى، هقول لك ده معناه انه بعض الاسهم قد تظل في حالة ارتفاع مستمر. وهو السهم بيزيد ليه اصلا؟ يعني انت لازم تقعد تبقى فاهم يعني ايه السهم يزيد. السهم يزيد يعني الشركة صاحبة او مالكة السهم المطروح قوائمها مبشرة، قوائمها سليمة، ادائها مبشر كشركة كمنشأة كمنظومة. فلما يحصل انه ارتفاع جماعي ده معناها ان في اقبال على شراء الاسهم في مصر. سؤال بقى، هو في حد بيشتري حاجه وحشه خسرانه بايظه بلا مستقبل هيشتري ليه؟ ما ده معناها انه بيغامر بفلوسه. لا هو مش بيغامر، هو لو انه حد بيشتري سهم مفترض انه بايظ والشركات بايظه والاقتصاد منهار وما الى ذلك، يبقى انا هخسر لا محاله. طب ولما اعمل اقبال يحصل اقبال جماعي على الشراء واقبال مصري واجنبي، ده معنى ايه؟
انه الاداء جيد جدا، مش هقول لك يا سيدي ممتاز، طب الاداء جيد حتى، وده معناه انه الاداء سوف يستمر في جودته لفتره ما. ايه هي ده اللي انا احاول اعرفه لكم من هنا لحد ما نتقابل بكره لو كان لنا العمر. خلوني بقى اخدكم على افتتاح المؤتمر السنوي 38 للاتحاد الافريقي لتمويل الاسكان. يعني ايه الاتحاد الافريقي لتمويل الاسكان؟ وهل هناك بشرة سارة ما من وراء يعني هذه الأمور؟ خلي بالك احنا كل ما نيجي نكلم المهندسة مي عبد الحميد الحقيقة بتقول لنا حاجات كتير حلوة وتبشرنا بأمور جيدة، زي الطرح الكبير اللي اتعمل من حوالي شهرين أظن كنا في سبتمبر لو أنا فاكر مظبوط، وقالت لنا من قبلها ترقبوا أكبر طرح وحصل. مهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أهلا 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 بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. انا الاول هبدا اسال على المؤتمر ده معناه ايه؟ والله يا فندم احنا حضرتك عارف ان احنا الحمد لله البرنامج بتاعنا يعني بقى اصبح من البرامج اللي معروفه على مستوى العالم، وفي اشادات كتير من المنظمات الدوليه يعني في اكثر من مجال ومكان، وبالتالي الناس حريصه بالذات الدول الافريقيه اللي يعني جيراننا حريصين على ان هم يطلعوا على التجربه بتاعتنا. واحنا يعني المؤتمر ده كنا يعني اخذنا شرف استضافته في تصويت السنه اللي فاتت ما بين عدد من الدول الافريقيه، ويعني ان شاء الله هنفتتح اعمال المؤتمر بكره. احنا اخذنا جائزه الاسبوع اللي فات الحمد لله على البرنامج بتاعنا من احد المؤسسات اللي يعني اللي في مجال الاسكان، المؤسسات الغير هادفه للربح اللي هي مؤسسه هابيتات فور هيومانيتي. كان في شهاده برضو بالبرنامج وجائزه في انه البرنامج من افضل البرامج في مجال الابتكار في صنع السياسات. فيعني الحمد لله ده برضو وقعه جيد ومخلي بقى يعني ناس كتير متطلعه انها يعني تعرف احنا بنعمل ايه، واحنا برضو الحقيقه بنستفيد برضو من يعني من المؤتمرات دي ان احنا نتبادل الافكار، نعرف برضو هم بيعملوا ايه، نقدر احنا نساعدهم هم يساعدونا. طبعا يعني اعقاب مؤتمر شرم الشيخ في توصيات كتير طلعت خاصه بالاسكان الاخضر، الحمد لله شغالين في هذا الموضوع برضو بقالنا حوالي سنتين، وبدانا بالفعل نبني وحدات اسكان اخضر اللي هتتسلم ان شاء الله في نهايه 23 اول مجموعه منها. فبرضو دي فرصه هنطرح المبادرات. حضرتك عارف طبعا انه العالم متجه اكتر ناحيه التمويل الاخضر، سواء بقى صكوك مؤسسات الدوليه ممكن تقرضك اكتر للمباني الخضراء، لان ده يعني توجه عالمي يعني. فاعتقد انه ان شاء الله برضو هتبقى فرصه ان احنا نعرض المبادرات بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها، ويبقى في فرص للتوسع مع هذه المؤسسات. المؤتمر حضره 62 جهه من مختلف البلاد الافريقيه وعدد من وزراء الاسكان في عدد من الدول الافريقيه، وطبعا مؤتمر تحت رعايه دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الاسكان. ان شاء الله يبقى يعني في فرص ان احنا نساعد ونستفيد ونفيد في نظم التصنيف بتاعه تقييمات الاسكان الاخضر. معانا مؤسسات زي مؤسسه التمويل الدوليه، البنك الدولي، دول كلهم برضو بيشاركوا معانا في جلسات وفي إدارة جلسات. فزي ما قلت لحضرتك كده يعني هتبقى فرص إن احنا نقدر إن احنا يعني يتاح لنا فرص تمويلية أفضل إن شاء الله. طب ده كلام مهم جدا، حضرتك ذكرتي الإسكان الأخضر بالظبط 3 مرات في حديثنا، وده يمكن مصطلح ما احناش متعودين عليه قوي. يعني إيه إسكان أخضر؟ حقيقي يعني هو فعلا يعني الواحد بس مش عايز يبقى بيقول كلام يعني صعب، لكن احنا عايزين نقول ان هو بيفيد الناس في ايه يعني. عايز ادخل في تفاصيل بنبنيه ازاي او مواصفاته ايه عشان دي امور فنيه، لكن بالنسبه للي هيحجز شقه اسكان اجتماعي مبنيه بنظام التصنيف الاخضر ده، طبعا هتكون فيها مميزات اكتر بالنسبه له. احنا مثلا هنركب سخانات شمسيه، فبالتالي هنقدر ان احنا نستفيد بالطاقه الشمسيه دي في اناره مثلا الحاجات العامه او اناره العمارات، وده يبقى له تاثير على تخفيض التكلفه. احنا هنعمل نظام المايه الرماديه، يعني بنعمل خزانات ناخد فيها ميه مثلا الاحواض والدش نعيد معالجتها ونستخدمها في الري. فكل ده بيبقى له تاثير على بالنسبه للمستفيد على التكلفه بتاعته بتاعت فواتيره الشهريه مثلا، يعني على اقل تقدير
في الفواتير اللي هو بيدفعها كل شهر بقى، سواء للميه للكهرباء. طبعا احنا بنستخدم طوب معين عشان برضو الاحتياج للتبريد يبقى اقل، بنحط الوحدات يعني بشكل يعني انه يبقى تبقاش لا شمس قوي ولا برد قوي. أيوه. يعني البوزيشننج بتاع العمارات، الطوب اللي احنا بنستخدمه، المونه البيضاء اللي احنا بنستخدمها دي منخفضه الكلينكر، فبرضو انها الاحتياج للتكييف بيبقى اقل، ما بتستخدمش نفس كميه البويه، فبرضو تكلفه الوحده بتقل شويه في الحته دي. فيعني تفاصيل فنيه كتير، لكن هي مهمه بالنسبه للناس انها تحسسهم براحه نفسيه اكتر وهو ساكن في البيت. يعني دايما احنا نقول بيوت زمان كده كنت اشتكي أيوة. لا بالبرد قوي ولا بالحر قوي، فهو ده يعني اتجاه اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا برضو المخلفات اللي بتطلع يعاد تدويرها، الكلام ده كله ان شاء الله برضو احنا شغالين فيه يعني. طيب ده برضه هخينا اروح لسؤال تاني، معلش انا اسف باثقل عليكي، لكن افترضنا ان انا رجل يعمل يا سلام، افترضنا ان انا رجل يعمل بصناعه الانشاءات والتطوير العقاري والمقاولات وما الى ذلك، لو انا قلت طيب يا جماعه انا هعمل مثلا المشروع السكني بتاعي ده بنظام الاسكان الاخضر، هل ساعتها هيبقى في تيسيرات ليا او تيسيرات للي هيشتري مني؟ هو طبعا احنا برضو شغالين على يعني حزمه من الحوافز، والمؤتمرات زي بتاعه بكره دي بتبقى فرصه ان احنا نسمع من برضو من الدول كلها حوالينا تجربتهم، ايه الحوافز اللي هم مدينها للمقاولين اللي بيبنوا اسكان اخضر. لكن هي طبعا بيبقى فيها فرص لشركات المقاولات وشركات مواد البناء وكل الكلام ده، ان احنا هنتوجه اكتر في الفتره اللي جايه ان احنا نبني اكتر الاسكان الاخضر ده، عشان هيبقى فيه فرص اكتر زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقدر يعني نموبيلايز تمويل زي ما بنقول، نقدر نحرك تمويل من جهات دوليه مختلفه، تكلفه التمويل هتبقى اقل، يعني هيبقى متاح حاجات. ويمكن مؤتمر شرم الشيخ كان فيه تفاصيل كتير وجلسات كتير عن التمويل الاخضر والصكوك والسندات الخضراء والكلام ده. طيب انا كمشتري يعني مجال جديد هيتفتح لبتوع شركات البويات وشركات المقاولات. حضرتك كمشتري يعني زي ما قلت لحضرتك كده، بالنسبه لك انت هتهتم بانه جوده الحياه هتبقى احسن وفواتيري هتقل، كميه الخضره هتبقى احسن، فواتيرك هتقل. حلو جدا. دي الحاجه الاساسيه اللي الناس كلها في العالم كله بتهتم بيها، يعني زي ما بنقول دي الحاجه اللي هتخلي حد يقول طب انا ليه ادفع مثلا 5% زياده او 10% زياده في تكلفه وحده هنا، لا انها على المدى الطويل حضرتك هتلاقي نفسك وفرت اكتر بكتير. صحيح. انا بشكرك جدا 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 على قبول المداخله وعلى وقتك وعلى هذا التوضيح والتفسير، كل الشكر ليكي مهندسه مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي. تعالوا ننتقل الى خبر، مفيش خبر دلوقتي، هناخد فاصل على طول كده، يا ما شاء الله. طب تعالوا نروح بسرعه لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب خلوني أخدكم ونروح على ستر وعافية رقم 8. ستر وعافية هي مبادرة عملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أنا أتذكر ستر وعافية واحد أول ما بدأت كانت في سوهاج، وكانت القرية اسمها قرية ولاد عليوة البليانة سوهاج. بص أصل أي حاجة جوه الصعيد هتلاقيني مركز ومتابع جدا يعني، وعجبني جدا الطريقة والفكرة بتاعة التحالف الأهلي وهو يقوم أو يقدم هذه المبادرة. أول حاجة هتيجي على بالك أما أقول لك والله مبادرة والتحالف الأهلي ومش عارف إيه وستر وعافية، طبعا أنت هتقول لي أكيد بيوزعوا كراتين أو شنط أو بتاع. لا اتقل بقى، دي طريقة الإخوان، يعني يلا بينا نروح نوزع زيت وسكر ولقمة عيش، دي طريقة الإخوان. طب أنا راضي ذمتك، أنت عمرك شفت الإخوان بيمولوا مشروع أو يساعد الناس على إن هم ياكلوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم؟ إطلاقا عمرهم، بل بالعكس هو طول الوقت حريص إنه كان يبقى في اعتمادية كاملة على التنظيم، حتى لو أنت مش جوه التنظيم فتحبوا إيه سلام، دول ناس طيبين. ما هو الناس لما راحت انتخابتهم في البرلمان إياف بعد الثورة مباشرة في 2011 فقال لك إيه ده ناس طيبين وأمراء، ده كانوا بيعدوا علينا ويوزعوا علينا حاجات.
طب بكل الفلوس المخيفة اللي عند التنظيم دي إلا ما ساعدوا بني آدم بشغلانة ولا بمشروع وما إلى ذلك، على عكس كل ما حدث من بعد 2013. فلما تيجي تشوف على سبيل المثال ولا الحصر ستر وعافية، بيعملوا إيه ستر وعافية دول؟ أولا مثلا تلاقيه يعمل خدمات طبية، يبقى في قافلة طبية مع ستر وعافية، مثلا كشف النضارة، السكر، الضغط، كشف مبكر بعد الشر عن الجميع، سرطانات ثدي وما إلى ذلك، عافية خد بالك. يعملوا تمكين اقتصادي فيبدأوا يشتغلوا على انه يشوفوا الناس اللي عندها مشروعات ويبدأ يمولوا ويساعدوا علشان يقف على رجليه. طيب ناس من اهالينا تحتاج لبعض الاجهزة التعويضية، اهلا وسهلا. في اسر اولى بالرعاية ومحتاجة جنب تمكينها الاقتصادي وقد يكون محتاجة جنب الخدمة الطبية وجنب الاجهزة التعويضية انه يبقى فيه سلع واكل وشرب ولحمة ودواجن وماله، لبس اهلا، بطاطين وسهلا. هي دي ستر وعافية بمنتهى الاختصار ان اردت ان تفهم. فستر وعافية بالمناسبة رقم 8، احنا بقالنا كده 8 مرات ستر وعافية بيلفوا بيتحركوا. فراحوا على قرية اسمها أوليلة، انا معرفهاش فلو بنطقها غلط سامحوني بعد اذن حضراتكم، وهي تابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية. اللي شارك المرة دي انت عارف التحالف فيه تقريبا حوالي 24 كيان، في عندنا 15 كيان كانوا موجودين في القافلة دي بالتحديد من كيانات التحالف الوطني، بيقدموا خدمتهم لحوالي هو أكتر من 10,000 مستفيد، أكتر من 10,000 هناك في قليلة متغمرة الدقهلية. طيب قوافل ستر وعافية دي الحقيقة هي مبادرة من المبادرات اللي بتأتي لتنفيذ رؤية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بخصوص إيه يا يوسف؟ هو الرئيس أكتر حاجة مهتم بيها في كل كلامه، ولن تجد كلمة واحدة للرئيس، لن تجد كلمة واحدة للرئيس، أقولها كمان مرة، لن تجد كلمة واحدة للرئيس غير متضمنة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. هنا هتلاقي إنه كل حاجة في بلدنا بتشتغل في هذا النطاق، في هذا الحيز. وتماشيا مع جهود التحالف الوطني اللي عمل الأهلي والتنموي الحقيقة، ووفقا لخطة حماية مدنية خاصة بالتحالف، وإنه تم وضعها علشان يتم هذا الشكل من أشكال الدعم. خد بالك بقى هنا، الدعم للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية. دعمها يعني ان انا بشتغل على التمكين الاقتصادي، دعمها يعني ان انا اخد بالي من صحة الناس واعمل لهم الكشوفات والتحاليل اللازمة، دعمها يعني اساعدهم احيانا بمسألة او بعض الاسر او ان كان كلها بحالة طرق ابواب. صدقني اذا كنت حضرتك تحب تشوف انزل مع القوافل وشوف بنفسك حتى في طريقة تقديم الكراتين او الصناديق او المساعدات الغذائية وما الى ذلك، او الملابس او البطاطين، شوف بيقدموها ازاي، شوف بتتقدم الخدمة الطبية ازاي. مش اصل ده خدمة طبية مجانية فاحنا نتعامل مع الناس من مناخيرنا، اطلاقا 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 ابعد ما يكون عن ذلك. خد بالك انت بتقدم الدعم ده مش بس علشان الناس تستحقه، هو عشان دي ابسط الحقوق اللي كانت لازم تتقدم يجي من 50 سنة، والناس دي هي اصحاب الدعم ده بالاساس، بس كانت الدولة نسياهم زمان. فلما نيجي من 2014 نشتغل بالطريقة دي، تيجي تقول لي الكلام ده يعجب الاخوان؟ اطلاقا ما يحبهوش خالص، لانك بتعمل عكس تماما اللي بيعملوه. هم بيكرسوا ويرسخوا لثقافة العوز، و2014 الجمهورية الجديدة ترسخ وتكرس لثقافة التمكين الاقتصادي، صحة المصريين. او دفى الشتاء على رأي ساتر وعافية، يسموا حكاية البطاطين دي دفى الشتاء اللي هو العكس،
بدلا من أن يكون الشتاء قارسا سيكون دائما بإذن الله سبحانه وتعالى دافئا على المصريين وبالذات أهالينا اللي على قد حالهم حبتين. أنت هنا بتعمل ما نستطيع إطلاق عليه يقول لك أهداف التنمية المستدامة. يعني إيه؟ يعني أنت بتنمي المجتمع مش بتوزع مساعدات وخلاص، تنمي المجتمع. طب وبنمي المجتمع مستدام يعني إيه؟ يعني فيها الاستمرارية، فيصبح الفرد والأسرة المجتمع قادر على أنه يوفي احتياجاته بنفسه. طب عن طريق إيه؟ عن طريق تمكين اقتصادي حقيقي في كل المجالات، فيتم توطين ده، ترسيخ ده، تكريس ده من كل الأجهزة بتاعت الدولة المصرية بتشتغل على كده. دي رؤية مصر 2030. هيجي يوم بإذن ربنا سبحانه وتعالى ولن نرى محتاجا في هذه البلاد، والله هيجي يوم. وأنا بتمنى، وإن كنت عندي عقيدة حقيقية وليس مجرد ظن، إنه ده هيحصل وقريب، وإحنا كلنا عايشين مع بعض يدلنا جميعا طولة العمر حتى نرى هذا المشهد وهذا اليوم السعيد، نتمنى ذلك. خلوني بقى أخدكم على وزارة الزراعة بتطلق تحذير. الوزارة بتقول خلي بالك ما تزرعش التلات أصناف بتوع القمح اللي هنقولك عليهم دول في الموسم ده، خلي بالك. طيب خلي بالك ليه بقى؟ والتلات أصناف دول ما تزرعهمش في الموسم ليه بقى؟ تعالى نحاول نفهم من أستاذ محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، ربنا يخليك. نخلي بالنا وما نزرعش التلات أصناف اللي هم إيه؟ وليه ما نزرعهمش الموسم ده؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا أستاذ يوسف، وأنا بحيي حضرتك جدا على الكلام الجميل والوطنية المفعمة. لا خالص يا فندم، ربنا يخليك. العفو. وده يعني واجب على كل مصري مخلص في هذه الفترة إن يكون كل كلامه إيجابي، لأن البلد يعني على قد ما بتقدر بتبذل مجهود كبير جدا لإثبات أن هناك دولة مصرية قوية قادرة إن شاء الله. والله يا فندم هو مش بس هو إيجابي، هو واقعي. يعني كلامنا حضرتك والناس كلكم اللي أهم مني 30 مليون مرة، الكلام واقع، ما احناش بنقول كلام من باب التفاؤل، هو واقع ليس الا يعني. بس اتفضل يا فندم كمل، قول لنا بقى على القمح. القمح طبعا الحمد لله يعني المجهودات اللي الدوله عملتها خلال السنوات القليله الماضيه في هذا لهذا المحصول بالتحديد مجهودات كبيره وغير مسبوقه تماما، يعني لدرجه ان شاء الله هيكون في مساحه السنه دي، هو لسه المساحه طبعا احنا في بدايات زراعات، هيكون مساحه تاريخيه في مصر لهذا المحصول الاستراتيجي المهم، وده بفضل ربنا اولا وبمجهودات كبيره قامت بيها الدوله وقامت بيها وزاره الزراعه خلال الفتره اللي فاتت. صحيح. من ضمن هذه المجهودات ان احنا عندنا في مصر اصناف مصريه للقمح، عندنا اكثر من 16 17 صنف، زمان كان بيبقى صنف او اثنين. في هنا اصناف كلها قصيره العمر، مبكره النضج وموفره للميه ومتحمله للاجهادات. في بعض الاصناف منها وبالتحديد الاصناف اللي هقول اسمائها، الجميزه 11 و6 12 ومصر واحد، جميزه 11 و6 12 ومصر واحد، دي ثلاث اصناف انتاجيتها كويسه ولكنها حساسه نوعا ما لمرض اسمه الصدأ الاصفر. هذا المرض مرض بيناسبه جدا الشتاء البارد الممتد زي شتاء السنه اللي فاتت كده وشتاء 19. دولت بما انهم حساسين لهذا الصدأ فاحنا بننصح اهالينا المزارعين بمنع زراعتهم في الدلتا بالتحديد في وادي البحث. يعني كل محافظات الدلتا بتزرعش الثلاث اصناف، ومعانا طبعا باقي الاصناف كلها بتزرع في الوادي البحري عدا اصناف المكرونه. انا عندي مصر 3 وعندي 6 14 وعندي سخه 100 وسخه 95 صنف يعني جديد وصنف انتاجيته كبيره ومقاوم تماما لموضوع الصدأ، وعندي مصر 4 وعندي كمان جيزه 171، كلها اصناف الحمد لله ذات انتاجيه عاليه. وبالمناسبه يا استاذ يوسف، طبعا انتاجيه القمح في مصر لوحده المساحه تعتبر الانتاجيه رقم واحد على العالم. لا، والقمح في مصر بيقعد 150 يوم، بره بيقعد 6 شهور و7 شهور، احنا عندنا بيقعد 150 يوم. استنباط هذه الاصناف خد من الدوله المصريه مجهودات كبيره في خلال الست سبع سنوات اللي فاتوا، قدرنا ان احنا نستنبط اهم ثلاث اصناف منهم
اللي هو سخة 95 ومصر 4 و 14، وفي كمان ثلاث أصناف كمان في الطريق إن شاء الله هيتسجلوا. كل هذه الأصناف اللي تم استنباطها دي ذخيرة ورصيد استراتيجي للأجيال اللي جاية. هذه الأصناف للقمح بالتحديد لهذا المحصول ده رصيد استراتيجي، الدولة بذلت فيه مجهود كبير جدا لتوفير هذه الأصناف الموجودة، بالإضافة طبعا زي ما قلت حضرتك في إجراءات مهمة تمت غير موضوع الاستنباط زي التوسع الأفقي. يعني الأول مرة في تاريخ القمح في مصر برضو أن يتم التوسع الكبير ده في زراعة القمح في الأراضي الجديدة. دائما الأراضي الجديدة كانت تبقى للخضرة والفاكهة. في مستقبل مصر في موسم القمح اللي فات كلنا شفنا الخير اللي طالع من تحت إيديه، مش للأجيال الحالية، للأجيال اللي جاية كلها. مصر بتضيف رقعة زراعية بمئات الآلاف من الأفدنة ملك. يا أستاذ يوسف كلنا فلاحين، والفلاحين لما يكون واحد عنده قرتين أو فدان على رأس البلد بيمشي كده رقبته لفوق عنده فدان ملك. لا يمشي نفخ صدره، لا ده أنا عندي الطين بتاعي اللي هو لا ارجع. البلد بتضيف مئات الآلاف ملك للأجيال اللي جاية قبل الأجيال الحالية، ودي كلفتها دم قلبها، دفعت مليارات في بنية تحتية وغيره ما خدتهاش على فكرة، ولكنها استثمار مؤجل للناس اللي جاية. لازم كل مصري يعرف البلد رايحة فين وبتعمل ايه. مصر البلد رقم واحد في العالم اللي بتستصلح كل هذه المساحة وبتدفع كل هذه الأموال والتكاليف. ده شغل بلد عاوزة تعمل نفسها بلد، شغل بلد بتأمن الأكل والشرب لشعبها وبتبذل كل الجهد، والناس لازم أن يعرفوا هم رايحين فين وجايين منين. احنا بنقول الكلام ده دلوقتي على موضوع القمح علشان الناس هتبدأ من دلوقتي، لأن موسم الجاري أظن هيبدأ من إبريل صح؟ إن شاء الله نص إبريل كده يعني بإذن الله. طب أنا عندي سؤال عشان حضرتك برضو لما بنحذر كنت بتقول لنا أو حضرتك قلت لنا دلوقتي إنه ما يتزرعش في الدلتا، ما يتزرعش في الدلتا أي ما يتزرعش في الأرض السوداء صح كده؟ الدلتا الوجه البحري، لأن أنا عندي أرض سوداء لسه في الصعيد اسمها الوادي. ما أنا فاهم، بس دلتا أرض سوداء، أما في أطراف الدلتا الأرض الصفراء أرض استصلاح أرض جديدة أزرع ولا إيه؟ الوجه البحري عموما انا بقسم هنا تقسيم جغرافي مش تقسيم ارض سوداء وارض جديده. ماشي، التقسيم الجغرافي هنا يعني الدلتا او الوجه البحري يعني بحري بلاش قمح، بلاش قصدي الثلاث فصائل دول الثلاث اصناف دول. على فكره بالمناسبه يا استاذ يوسف الحمد لله احنا منزلين حاجه اسمها خريطه صنفيه، هتلاقي ان السيد وزير الزراعه شخصيا اللي بياكد تماما على موضوع الخريطه الصنفيه. ممكن برضو ما كنا شغالين قبل كده على قصة الخريطة الصنفية للمحاصيل. الخريطة الصنفية مبعوثة لكل المزارعين مع التقاوي، وبنقول له ادي الأصناف اللي بتناسب الأرض اللي عندك، مش بس عشان موضوع الصدأ، لا عشان طبيعة الأرض وعشان طبيعة المناخ وعشان كمان الفلاحين متعودين يزرعوا أصناف معينة. فاحنا بس بنأكد كمان مرة من خلال برنامج حضرتك، وأنا بشكر حضرتك جدا إن دي مسؤولية مجتمعية وطنية محترمة حضرتك بتقوم بيها والتلفزيون المصري بيقوم بيها. بنقول كمان مره الثلاث اصناف دولت ما بنزرعهمش، وعندي اصناف كتير انتاجيتها جيده، فارجو من مزارعي الغله مزارعي القمح في مصر الالتزام تماما بالموضوع ده، عشان يعني احنا في قبال ارداب بزياده عشان ما يحصلش اي مشاكل السنه دي، لانه زي ما توقعنا انه الشتاء هيكون بارد شويه وده مناسب للاسف لهذا المرض. فالناس تلتزم، ومعانا بدائل جيدة جدا في هذا الإطار هي الأصناف الثانية الموجودة بإذن الله. وفقكم الله لما في خير البلاد والعباد. أشكرك جدا أستاذ محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بكم معنا لسه مع حضراتكم في برنامج التاسعة. أظن مصطلح التحول الرقمي أصبح مصطلح مفهوم لينا جميعا. طيب، وفي نفس الوقت أصبحنا برضو كلنا الحقيقة عارفين أن في حاجة اسمها منصة مصر الرقمية، بس هنعمل فيها إيه، أو بالأدق هنعمل بيها إيه أنا وحضرتك إحنا المواطنين العاديين جدا جدا جدا. خلوني أولا أرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي. ازي صحفا منورنا ومشرفنا. الله يخليك. بقدر ما انه مصطلح التحول الرقمي بقى من المصطلحات الرائجه وبشده في مصر خلال 4 5 6 7 سنين فاتوا، بقدر ما كل شويه بنشعر انه
طموحاتنا أو سقف طموحنا في التحول الرقمي بيزيد، حتى يصبح العالم كله بين إيدينا عن طريق الجهاز ده. السؤال الاستهلالي، وهل هذا ممكن في مصر؟ ممكن طبعا. إزاي؟ عشان أوصل للخدمات كلها الرقمية لازم الجهات كلها اللي بتقدم الخدمة تكون مميكة، ولازم يبقى عندي منصة بتكلم المنظومات المختلفة عشان تقدم الخدمة مباشرة للجمهور، ولازم تبقى بياناتي سليمة اللي أنا بشتغل عليها. حلو. بعد كده هو في نقطة تانية، احنا لازم برضو نتعامل مع الفجوات المهارية من ناحية الكمبيوتر. لازم يبقى عندي منافذ متعددة، يعني ممكن ان انا اخش على المحمول او ممكن اخش على البوابة، لكن ممكن ان انا اتكلم في التليفون واخد الخدمة، او ممكن ان انا اروح مكتب البريد واخد الخدمة. حلو. فبالتالي يبقى لازم تقدم المنافذ عشان يبقى فيه احتوائية والناس كلها تبقى معاك في الخدمات. لازم يبقى فيه ربط بين الجهات وبعضها، وبالتالي لما اطلب شهادة من جهة ما اضطرش ان انا اتعامل بالورق، ما التحول الرقمي معناه ان انا بلغي الورق. بفكر من غير ورق، ودي طبعا ده الثقافة اللي احنا بنشتغل على تغييرها. فيبقى بالتالي انا بجيب المعلومة من الجهة التانية وبقدمها في الخدمة دي. يعني مثلا حضرتك مثال صغير جدا، عايز تعمل توكيل عشان حد يدور عربيتك او ان هو يبيعها او انت تبيعها، فانت محتاج شهادة بيانات من المرور، ومحتاج تشوف المخالفات عشان ما يقدرش تطلع شهادة بيانات بكده. وبعد كده عايز يبقى انت عايز ترتبط التوثيق اللي هو وزارة العدل مع المرور مع النيابة عشان المرور، فالثلاثة يكونوا مربوطين ببعض. حلو. وبالتالي استدعي الرخصة بتاعتك بكل المعلومات اللي فيها، لو عليها مخالفات اقول لك تقدر تسدد، وبعد كده انزلها في التوكيل زي ما انت عايز تعمله لاي شخص. في نفس الوقت لازم اروح الاحوال عشان اجيب رقمك القومي واتاكد انه ان ده الاسم صح وان البطاقه ساريه، واتاكد من الطرف الثاني. فادي اربع جهات بس على النقطه دي. وبعد كده عايز تدفع، فلازم توصل بالمنظومه البنكيه عشان تدفع. تمام. وبالتالي هي الخدمه بتقدم لك بشكل سهل، انا عايز اعمل التوكيل، بياناتك نزلت، مفيش حد محتاج انه يدقق لان انا جبتها من جهه ملكه البيان. صح. تروح هناك نتاكد من الادراك والاهليه، اتفضل حضرتك ادي التوكيل. هو ده اللي احنا عايزين نوصل. طيب، هو عمليا مفيش حاجه بتبقى مرقمنه نسبه 100%؟ يعني انا النهارده علشان اعمل توكيل من يوسف للمهندس خالد انا هقدر اعمل شويه حاجات على المنصه، بس انا لازم هروح استلم التوكيل من المكتب. هي الاستلام التوكيل من المكتب لسبب واحد بس، لان انا لازم اتاكد من حاجتين، ان انت عملت التوكيل ده بدون اي ضغط او جبر، وفي نفس الوقت ان انت تكون مؤهل. يعني ايه؟ يعني برضو لازم نتاكد ان هذا الشخص ممكن نعمل توكيل عام رسمي. وبالتالي لازم ابقى متاكد ان انت ده. وانا متفق على مساله ان انا لازم استلمه بنفسي، عشان كده انا بقول هو عمليا في الدنيا ما فيش حاجه مرقمنه 100%. لا، استحاله. بس هقول لحضرتك حاجه، انت مثلا رخصه القياده توصلك على البيت، بطاقه التموين بتوصل على البيت، ورقم القومي ممكن يجي على البيت، ورقم الدولي بيوصل على البيت. ففي خدمات كتيره ما بتستدعيش. لكن انا مثلا لو عايز افحص العربيه، ما انا لازم اروح لمكان الفحص. صح. فبالتالي في بعض الخدمات بتحتاج ان انت تروح، بس انا عايزك وانت هناك يبقى كل حاجه تمت، واتاكد من علم العربيه، اتاكد من الاهليه عشان تخلص الخدمه على طول. يعني مثلا عمليه بيع العربيه وشرائها، يعني في طرفين، هروح استلم التوكيل وخلاص كده تمام. غير كده هل اقدر اعمل كل حاجه من على التليفون؟ مفروض. بيانات، شهادة البيانات، كل ده موجود النهارده بالفعل. يعني كل ده تقدر تطلع شهادة بيانات، تقدر تدفع مخالفاتك، تقدر ان انت تجدد الرخصة، كل ده موجود خلاص. تقدر بالنسبة مثلا منظومة التموين، منظومة التموين العقاري، حضرتك كنت لسه بتتكلم مع رئيسة الصندوق. صحيح. فاحنا بتقدم على البوابة، وان شاء الله كمان هيبقى فيها الدفع على البوابة وهكذا. احنا مش عايزين المواطن ينزل من بيته خلاص، دي الفكرة. والتحول الرقمي مش بس ما هي كانت خدمات، يعني برضو لازم نبقى شايفين جانب اخر من التحول الرقمي. البيانات اللي طالعه دي كنز حقيقي طبعا، لان انا بيها بعرف اذا كنت ماشي صح ولا لا. مش بس ماشي صح في الخدمات، انا ماشي صح في سياساتي، ماشي صح في قراراتي، وبالتالي هي بتدي تبقى هي البوصله لصانع القرار وعشان يغير في السياسه. يعني ممكن نقدم سياسه والسياسه دي ما تبقاش يبقى عليها مشاكل، وبالتالي نقدر نغير في السياسه. احنا كل الحكايه عايزين نوصل ان الدوله كلها تدار بالبيانات. يعني اخد قراراتي بالبيانات، اشوف تاثير قراراتي على الناس بالبيانات. صح صح.
فالبيانات هي المحرك الرئيسي او هي العنصر الرئيسي اللي احنا بندور عليه عشان خاطر يبقى فيه حوكمه وترشيد انفاق وكمان مؤسسات فاعله وكفاءه، كل ده اللي احنا بندور عليه. هل بيتعمل عمليه تقييم بشكل دوري للخدمات المقدمه على المنصه، ومن ثم اشوف اذا كانت دي محتاجه تطوير او دي مش هستخدمها دلوقتي لانه فيها شيء ما، او انه الناس محتاجه المزيد من الخدمات، او انه الطرق بتاعتها تتعدل تصبح اكثر سهوله اكثر يسر، تبقى زي ما بتقال كده يوزر فريندلي؟ والله حصلت كتير، يعني احنا على مدار السنتين اللي فاتوا غيرنا في شكل الخدمات وغيرنا في شكل البوابه كلها. كان الناس عندها اعتراضات، وكان احنا بنجيب البيانات دي ازاي، بنجيب نبض الشارع ازاي، برضو دي حته مهمه. احنا عندنا صفحه للمنصه الناس بتخش تكتب فيها. حلو. عندنا فريق كامل بيتعامل مع الـ مع الـ الـ فيسبوك وتويتر وكل المنظومات المماثله عشان نشوف التأثير ده على الناس. حلو جدا. عندنا منظومة شكاوي بنستقبل عليها شكاوي، احنا لغاية دلوقتي السنة دي مستلمين 500,000 مكالمة عليها، منها ناس بتطلب خدمات، منها ناس بتستفسر، ومنها ناس بتشكي. كل ده بيخلينا يبقى فاهمين الناس عايزة ايه أكتر، وبنغير في شكل الخدمة، بنغير في طريقة تقديم الخدمة، بنغير في أسلوب التقني لتقديم الخدمة. فده كله احنا شغالين عليه، وبدليل على كده ان احنا غيرنا شكل البوابة 3 مرات لغاية دلوقتي. ليه؟ لان احنا بنسمع الناس ونشوف ايه المشكله. طب هو ما بيدوس، وزائد طبعا احنا بنحلل اللي بنسميها الماوس كليكس، يعني انت بتدوس على ايه عشان نعرف ايه الحتة اللي انت الناس بتتعثر فيها، وبنغير ولسه هنغير. حلو جدا. طيب اول حاجه هتيجي على ذهن بعضنا انه هنقول طيب بياناتي اللي انا بحطها دي، هل البيانات امنه؟ هل من الممكن حد يشوفها، حد يدخل عليها، حد يستخدمها؟ بص، بياناتك الشخصية هي مؤمنة بالقانون واحنا ما بنستخدمهاش. الفكرة كلها ان انا بخلي الكمبيوتر يكلم الكمبيوتر. لو حضرتك بصيت على المنصة انت ما بتستخدمش ورق، خلاص ما فيش تعامل بشري، يعني ما فيش. لدرجة ان في واحد كان عنده شكوى من الوقت من الاوقات، نزل على المكتب التوثيق اللي مكتوب عليه مصر الرقمية، يعني خلاص. لكن انا ما عنديش مكان. انا الفكره في التحول الرقمي ان انا الغي فكره المكان والغي فكره كويس. الزمن وهذا كله. فانا بالعكس احنا بنستقبل التليفونات، بنشوف المشكله ايه، لكن في نفس الوقت بيانات حضرتك موجوده على الكمبيوتر بتاع الداخليه في المرور وبتاع العدل، انا ما فيش مواطن بيطلع عليهم، ما فيش حد بيطلع عليهم عشان يمشي الخدمه. هي محاطه بسريه كامله وبعدين التامين بتاعنا، مصر من دول متقدمه على فكره في الامن السيبراني، يعني مصر برضو من دواعي السرور ان فريق عمل مصري مؤهل هو اللي بيقود الامن السيبراني في المنصه وفي المنظومات الحكوميه بصفه عامه. خلاص. فحضرتك لو تبص على عدد الاختراقات اللي حصلت في بالنسبه لدول تانية، احنا لا تعد على اصابع اليد الواحده. فبالتالي انا بتكلم يعني بقول للناس واطمنهم، لا، هي كمبيوتر بتكلم كمبيوتر، بجيب المعلومه بحطها في المستند بتاعك، بسجلها في قاعده البيانات. المواطن طبعا الموظف اللي هو بيشوف الطلب بيشوف بيانات حضرتك على الطلب ده، لكن ما بيشوفش بقيه البيانات. حلو. لا يمكن يبقى ليه بقيه البيانات ولا يقدر يعمل استعلام على بقيه البيانات. تمام. زائد منظومه الامن السيبراني، فمش حد يقدر يخترق وياخد الحاجه دي. المدفوعات احنا عاملينها كما يعني زي ما الكتاب بيقول في النظام المصرفي، يعني حضرتك المدفوعه على مصر الرقميه PCI compliant، معلش انا يمكن بقولها بالانجليزي، بس ده النظام العالمي المتبع عشان احمي المدفوعات. ولم تحدث حاله واحده من السرقه الالكترونيه على المنصه. يعني دي من الحاجات اللي احنا موجوده. الفكرة برضو البيانات، هقول لحضرتك حاجة، هي بتساعدنا كمان في مكافحة الفساد، لأن أنا بعرف حاجات كتير قوي. بعرف المكتب اشتغل الساعة كام وعمل كام معاملة، وده بالنسبة للمتوسط قد إيه، ومين المكاتب اللي أعلى من المتوسط واللي أقل من المتوسط، ومين الوقت اللي بياخد نص ساعة واللي بياخد ساعة. فده كله يعني بنعمل عدد عديد بنسميها التحليلات، تحليل بيانات بالظبط، عشان أوري المدير بتاع المكان الدنيا ماشية عنده إزاي. خلاص. وبنتناقش في الاصلاح، يعني احنا غيرنا كتير قوي في التوثيق، يعني خدمه التوثيق كانت من سنتين لو حضرتك تشوفها والنهارده لا. وفكرنا غير كتير كتير، وفكرنا كمان في حته المراكز المتميزه اللي فتحناها في المولات. فتحنا 5-6، وبعدين فكرنا ان احنا نفتح في
مع الزملاء في وزارة العدل نفتح في شركات المحمول عشان تشتغل في الفترة المسائية من 5 إلى 9 عشان برضو الموظفين. يعني في توثيق في فروع شركات المحمول. أيوة. من بعد الساعة 5 من 5 إلى 9 بس دي اللي هيقوم بها لازم طبعا الموظف بتاع وزارة العدل مكتب التوثيق وشرع هم مرحبين بخدمة الناس. وهيبدأوا امتى؟ وبدأوا في 3 مكاتب اتفتحوا منهم اللي هو في سليمان جوهر. ما تقوليش اسم الشركة بس. سليمان جوهر الدقي. وفي واحد في مصر الجديدة وفي واحد في اكتوبر. واحد 6 أكتوبر. ولسه ده هيتفتح حوالي 60 مكتب زي كده. حاجة حلوة قوي. قوي يعني. ولا وان شاء الله في الفكرة بتاعت المراكز المتميزة دي واللي هي بتشتغل فترات مسائية هتعمم على خدمات كتير احنا جربناها واثبتت نجاح باهر يعني الحمد لله كل الناس اللي راحت يعني مثلا عندي في التوثيق ودي اماكن عامة يعني عندي في صادق عندنا في سيتي ستارز عندنا في مول العرب عندنا في تيفلي في اسكندرية وبندور وبنشتغل دي مكاتب توثيق واربع اعلانات يعني انا فاهم بس انت مين بس احنا يعني عايزين نقول المواطن والله مش ده الغرض يعني انا بقول خدمة حكومية يعني انا معاك بس صحيح والله بس عشان الناس تبقى فاهمة يعني وفي نفس الوقت احنا يعني لسه ان شاء الله بنتكلم على السجل التجاري بنتكلم على خدمات تانية انها برضو تخش الاماكن اللي زي كده السجل التجاري يا جماعه ده احنا شويه هنلاقي مكاتب الضرائب بقت موجوده في كل حته والله مش مستبعد هي الفكره ان احنا يعني التغيير المجتمعي بيتم بالتجربه واحنا بنجرب ونصلح ونتبقى احسن وحاجات بنجهدها لانها ما اثبتتش نجاح وهكذا طب ده كلام كويس جدا طب هنا برضو هيخليني هقعد افكر مع حضرتك بصوت عالي هل احنا لدينا في الوزاره مخطط زمني انه انا المرحله دي او المرحله الاولى انا عايزها تبقى من مثلا سنه كذا لسنه كذا عشان بعد كده هنتقل لمرحله تانية متعلقه بالنوع ده من الخدمات هتبقى من سنه كذا لكذا وما الى ذلك انا عندي ده جوه الوزاره طبعا عندي جوه الدوله مش جوه الوزاره يعني جوه الدوله كلها جوه الدوله طبعا لان انا عندي مثلا ان شاء الله السنه الجايه في عدد كبير من الخدمات نازل خلاص مركزين في خدمات العداله مركزين في خدمات التربيه والتعليم فمركزين في خدمات الاستثمار خلاص احنا عندنا دلوقتي حوالي 168 خدمة خلاص ونطمع ان احنا نوصل لارقام كويسة في سنة 23 ده يعني زي ما تقول ده كده خط لكن في خط تاني بقى ان احنا نعمل تطبيقات محمول بتعتمد على يعني ايه احداث الحياة يعني حاول لحضرتك لما يجي لك مولود يبقى خدمات المولود كلها لما حضرتك تبتدي شغل تاخد خدمات الشغل دوت انت بالنسبه لك كمواطن ما يفرقش عندك مين اللي بيقدم الخدمه صح فاحنا يمكن من الحاجات الكويسه اللي حصلت احنا بنتعاون مع مؤسسات دوليه ويمكن احب ابلغ الجمهور ان احنا لسه طالعين يعني في مؤشر مهم جدا في البنك الدولي اسمه جاهزيه الحكومات الرقميه حلو. خلاص مصر كانت هما أربعة تصنيفات A و B و C و D مصر كانت في السي السنة اللي فاتت نطينا للبي والسنة دي نطينا للإي إحنا ومعايا حتى التشارتس وموجودة فحضرتك إيه؟ إحنا في أول 69 دولة في المنظومة دي معنى كده إن إحنا بدأنا في اللعب مع الكبار احنا كده بنلعب مع الاتحاد الاوروبي وبنلعب مع امريكا الشماليه يعني يمكن اوري لحضرتك الصوره بعد الحلقه مصر منوره كده في افريقيا احنا 3 دول في افريقيا اللي في الايه تمام احنا ومين احنا وكينيا ورواندا حلو جدا تمام رواندا بادئين من بدري اصلهم كمان قوي بس حضرتك رواندا ما عندهمش ال 104 مليون لا طبعا صح ما عندهمش خدمات يعني ادي لحضرتك مثال من فهو المؤشر دوت بيقيس 4 حاجات بيقيس مستوى الميكنة بيقيس مستوى الخدمات بيقيس مستوى الأفراد اللي بيشتغل وبيقيس المستوى الممكنات بصفة عامة البنية التشريعية وهكذا فإحنا بنتعامل بهذا الشمولية في التفكير بس أرجع تاني للخدمات إحنا عايزين نقدم خدمات تعتمد على مناحي الحياة تعتمد على أحداث الحياة بقى كنت عايز أسأله يعني إيه خدمات مثلا للمولود الجديد يعني أعمل يعني ما أنت عايز حضرتك تطلع له شهادة ميلاد عايز تعمله تطعيم وعايز تجيب له دعم لبن صح وعايز تضيفه على بطاقه التموين وعايز تحطه في التامين الصحي حلو صح كلام جميل قوي خلاص انا كل ده هعمله على التليفون وانا قاعد في بيتنا بالظبط هو ده يعني في خط كده ماشي على منصه مصر الرقميه بنضيف خدمات
وبنعمل بقى ما يسمى بيسموها السوبر ابس او التطبيق وده بقى بندي واحد مثلا للمراه المعيله. طب هي فقدت العائل، عايز تعمل مع مجلس الحزبي، عايز تعمل مع محكمه الاسره، وعايز تعمل في بطاقتها، وعايز تعمل في كل ده، عايز تغيره. فازاي اديها الخدمات دي بصوره ميسره؟ طب انا بعرف منين؟ من المشروع العملاق اللي عملناه مع في البنيه المعلوماتيه، عشان جمعنا قواعد البيانات ونقحناها وحطيناها جنب بعض، فبقت ادتني صوره، وزائد الربط البيني اللي مع الجهات، فانا عارف لما بيحصل مولود جديد او متوفي او حد غير شغله او حد بدا شغل، كل ده اقدر اجيبه بالربط البيني والبيانات اللي عندي، فاقدر اقدم خدمه. وده يمكن هنشوف ان شاء الله باذن الله 23 اول حزمه من هذه التطبيقات. 23 الربع الاول، الثاني، الثالث، الرابع. بص احنا مش مستعجلين لسبب، لان احنا برضو مش مساله مش مستعجلين، عشان احنا بنبني منظومه تكنولوجيه جديده فيها ربط بيني، وبنتكلم بقى على زي ما قلت لحضرتك احنا ابتدينا نلعب مع الكبار. فلازم بياناتنا بالظبط، فلازم بياناتنا تبقى محوكمه. يعني ايه؟ يعني لازم كل جهات الدوله بتتكلم بنفس اللغه لما تتكلم على البيانات. هدي لحضرتك مثال، لو بنتكلم على عنوان كلنا بنتكلم على نفس العنوان، لما بنتكلم على شخص كلنا بنتكلم على نفس الشخص بالرقم القومي، بنتكلم على شركه بنتكلم على نفس الشركه خلاص. لما بتكلم على محافظه كلنا عندنا نفس كود المحافظه، لو عندنا وظيفه يبقى نفس الوظيفه وهكذا. فعندنا جزء حوكمه كبير قوي شغالين عليه، حوكمه البيانات، وعندنا جزء كبير قوي عشان خاطر تبادل البيانات ده يتم بصوره سلسه وبسيطه، وكل جهه تفهم بيانات الجهه الاخرى، فيبقى بنسهل عمليه. احنا بنجمع الخدمات، يعني بقول لحضرتك ال 168 خدمه زائد الخدمات اللي هنطلعها ب 23 عايزين نصيغها بشكل تاني بقى. خلاص واحد النهارده انا ببتدي شغل، عايز اطلع كعب العمل، وعايز اعمل تاميناتي، وعايز اجيب موقفي من التجنيد، وعايز اعمل فيه شويه تظبيط، انا هلف لفه. تمام، طب ايه رايك بقى ان انا عايز احطهم لك كلهم في تطبيق واحد ومش هلف ومش هتلف؟ ده الامل، ده الامل. هيجوا لي البيت بالتعاون مع البريد المصري. هو ده اللي بيحصل النهارده، بس بيحصل على احنا لسه الخدمات اللي بتقدم مرتبطه بالجهات. دلوقتي ده عايزين نلغي الفكره دي، يبقى الخدمه مرتبطه بحدث حصل لك في حياتك، بدأت الشغل، فتحت شركة، أو عايز تفتح شركة، خلاص؟ ودي بقى حدوتة هقولها لحضرتك، ولكن بعد الفاصل. تفتح شركة هقول لكم بقى، لا بعد الفاصل مش دلوقتي، خليكم معانا بعد الفاصل نكمل كلامنا مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي. الكلام حلو قوي، كملوا معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم، كل الترحيب بضيفنا العزيز المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي. مهندس خالد وراني شويه ارقام، بس الاول هسال. من 2018 2019 انا واحد صاحبي محمد فهمي فتحنا شركه في كندا واحنا قاعدين هنا. تمام. يعني زي ما احنا قاعدين عند فهمي، يا هنعمل كذا، خدنا القرارات، حطينا تصوراتنا، يلا بينا. تاني يوم الصبح كنا بادئين نفتح الشركة في كندا أونلاين، وفتحنا وجالنا الورق بتاع الشركة لحد عندنا عن طريق الميل، وميت فل و14، ولو حابين ان احنا نبعت لكم أوراق أصلية مختومة عن طريق البريد هنبعتها لكم، حاجات زي كده. احنا هنعمل كده في مصر ان شاء الله. احنا شغالين دلوقتي على الشركات بالاختيار خلاص، والشركات اللي هي فيرتشوال خلاص، ودي لجنه اتشكلت، وكان في اجتماع لسه النهارده عندنا في الوزاره عشان نزيل العقبات. احنا بنتكلم برضو عشان نبقى فاهمين بقى، في حته حجز اداري، في معاينه، في حاجات دي موجوده في القوانين. فاحنا بنلم ده عشان نشيله. حلو. اللجنه دي فيها كل الوزارات المعنيه، وهنوصل ان شاء الله اللي حضرتك بتقول. انا النهارده باسس برضو عندنا على بوابه هيئه الاستثمار، بتقدر تاسس في 3 ايام، ولكن الشغل اللي في الـ في الـ في المطبخ لسه ورقي، وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. عشان تقدر تنشئ ملف تاميني وتنشئ ملف ضريبي وتاخد الترخيص بتاعتك وتبتدي تشتغل، وما يبقاش في فكره المكان اللي انت، يعني القوانين بتاعتنا بتلزم بمكان. اللجنه دي بقى لنا تقريبا 6 شهور فيها، حددنا كل المعوقات التشريعيه وكل المعوقات التشغيليه، لان برضو شغلنا كان زمان بيعتمد على ايه، ان في مأمورية هنا، في مصلحة هنا، وهكذا.
فاحنا برضو بنغير في دي ونعمل الشكل الإداري اللي خلينا نشتغل على الشركات الافتراضية والشركات بالإخطاء. كويس جدا. طيب هروح بقى لحقائق وأرقام. حضرتك الحقيقة مشكورا تفضلت عليا ووريتني الخريطة بتاعت مصر، احنا كنا فين ووصلنا لفين وبقينا ازاي من ضمن ال 68 دولة اللي على مستوى العالم، كنا شكلنا فين في افريقيا واصبحنا فين. حقائق وأرقام، انا اقدر اقول ايه في الحقائق والارقام دي؟ احنا عندنا 168 خدمة، عندنا 6.2 مليون مواطن بيشتغلوا على البوابة. 6.2 مليون تمام. دول محتاجين زيادة. بص، هي طبعا احنا السنة دي اضاف 2 مليون، يعني احنا تقريبا بنمشي بمعدلات، بس انا ببص لهاش على عدد الناس بس، بشتغل ببص على التعاملات اللي على البوابة. اوكي. التعاملات السنة اللي فاتت كانت بحوالي 4 مليون جنيه في الشهر، سوري 40 مليون، 43 مليون جنيه في السنة. السنة دي احنا في شهر 11 اهو وعدينا 80 مليون. خلاص داخلين على الضعف. داخلين على الضعف. فطالما ان في تنامي، السنة دي 2 وهنقفل السنة ب 2.25 تقريبا زيادة عن السنة اللي فاتت، يعني زيادة، فمعناها ان انا بيجي لي كل شهر تقريبا ربع مليون، اقل شوية اكتر شوية، وده مكمل. يعني احنا ما قلناش عن المستوى ده، يمكن جينا بس في شهر او شهر 5 لما كان رمضان والعيد كان قليل شويه، لكن الباقي كله 200 250 الف في الشهر بينضموا للبوابة. انا بضيف خدمات جديده ان شاء الله، خدمات الكهرباء، في 6 خدمات نازلين، خدمات تانية للتامينات. ايه في الكهرباء؟ انا عارف حابب ندفع الفواتير اونلاين لو عاوزين، يعني هحطها لك، بس انا حاطط كمان ان انت تشوف كل عداداتك على اساس ان انت مش بس بتدفع فاتورة، انت شايف العداد وشايف الفاتورة وشايف، ولو انت عايز تغير لتلاتة فاز، كل السيرفيسز بتاعت الكهرباء، يعني كل ده هلاقيها ان شاء الله. ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. في برضو خدمة بتاعت الشركات بتاعت استمارة 1 و2 و6 عشان الموظفين، دخول موظف او خروج موظف، زائد طبعا الاقرار بتاع المرتب. عندنا خدمات تربية وتعليم ان شاء الله داخلة زي ما قلت لحضرتك. عندنا خدمات جديدة للسجل التجاري دخلة، فعندنا خدمات للتوثيق دخلة عشان نكمل الموضوع. بنتعامل مع زملاء وزارة العدل تعامل راقي جدا عشان نزود او نغير في شكل الخدمة، فبنعمل زي مركز، حاجة مركزية كده عشان الاقرارات كلها تطبع من هناك. البريد يعني اقرار الذمة المالية ممكن يبقى اونلاين ان شاء الله، ده واحد من الخدمات. اتمنى ان شاء الله. انا خطي وحش قوي في اقرار الذمة المالية قوي. لا، الاقرار موجود ان شاء الله، هيبقى هيخش على طول يمكن في يناير او فبراير الجاي. نتمنى قبل كده، بس الزحمة جامدة في الخدمات الداخلة. دي تقريبا الخدمات. ان شاء الله السنة الجاية برضو هندخل الاستثمار، خلاص كل خدمات الاستثمار، كل خدمات تأسيس الشركات هتبقى على مصر الرقمية. وان شاء الله يبقى كده التعامل التأميني، الضرائب عندهم المنصة بتاعتهم ان شاء الله برضو بنتكامل معاها، يبقى كده بنحاول نقلل العبء على الشركات كمان، مش بس مواطنين وشركات. عندنا مثلا ادي لحضرتك مثال، التموين السنة دي على فكرة، التموين 70% من معاملات على مصر الرقمية، يعني 30% في مكاتب و70% على مصر الرقمية. على مصر الرقمية. خلاص انا عامل السنة دي لغاية النهاردة حوالي 1.2 مليون معاملة على بس تموين. تموين يعني بس. فطبعا ان انا يعني على اهلنا كلنا ان هي توصل لهم لغاية البيت في اي قرية في اي مكان. اللي عايز يضم حد، اللي عايز يفصل حد، الاثنين اتجوزوا عايزين يعملوا بطاقة جديدة، كل ده بقى موجود يعني. تمام. هل احنا في مصر عندنا اقبال على الخدمات الرقمية ولا لا؟ ولا لسه ثقافتنا برضو احنا المواطنين بقى ثقافة الورقة؟ بس هو احنا الانتشار بتاعها احنا لسه لم نصل الى ما نصبوا اليه. يعني انا التموين اولا الخدمة ببلاش، خلاص. نيجي نمسك التأمينات، الخدمة ببلاش عشان لو لقيتوا إشاعة على فيسبوك بكرة ان الخدمة بفلوس، لا، تعرف انهم كدابين مبدئيا. يعني الخدمة ببلاش ببلاش ببلاش. وعلى فكرة مصر الرقمية ما بتفرضش اي رسوم زيادة على اي خدمة، يعني هي رسوم الجهة هي اللي احنا بنحصلها، وبربطين بالمنظومة البنكية، خلاص عملناها مع شركة من الشركات المصرية والمحلية، ربطنا بمنظومة البنوك، وهي اللي كمان اللي بتسوي مع كل جهة، وهي اللي بتسوي مع وزارة المالية في حسابات الجهاز المركزي. حلو جدا. فالقصه كلها احنا ده لوحده بلاش. نيجي نبص على التامينات والمعاشات.
يعني حزب التأمينات والمعاشات أنا لغاية السنة دي عامل 3.8 مليون معامل. خلاص أنت دلوقتي الملف التأميني بتاع حضرتك تقدر تشوفه كله، والتاكسي والمعاش والمدد بتاعتك كل ده موجود. خلاص فلغايه دلوقتي انا عامل 3.8 من عشرة من اول يعني السنه دلوقتي، وانا لسه ما طلعتش معاش اقدر ادخل واشوف الملف التاميني بتاعي بدخل الرقم القومي بتاعي ولا بدخل الرقم التاميني؟ بدخل الرقم القومي فبيطلع لك الرقم التاميني. الله، تاخد الرقم التاميني تشوف المدد. حلو قوي. خلاص قوي، عشان كده الخدمه عليها اقبال رهيب. يعني بقول لك حضرتك 3.8 من عشرة لغايه دلوقتي. بالنسبه للمثل التوثيق عملنا حوالي 500,000 معامله. خلاص بس احنا مش شغالين في كل المكاتب، بنشتغل مع الزملاء في العدل عشان ننشر الحته دي في كل المكاتب. فبتتكلم مثلا السجل التجاري حوالي 500,000 معامله، المركبات 500,000 معامله، الاحوال المدنيه حوالي 150,000. احنا زي ما قلت لحضرتك السنه دي 80,000,000 في شهر 11 و43 السنه اللي فاتت. بدي لحضرتك كده شويه ارقام، ادي الارقام الاساسيه اللي حبيت اشارها معاك. ده في حد ذاته الارقام دي مبشره، يعني بتقول ان احنا ماشيين في خط من الاقبال، ده واحد، واثنين في موثوقيه في مصر الرقميه، يعني الناس اصبحت في عندها معدل ثقه بيتزايد. ما هو الرقم بتاع المستخدم لما او عدد المستخدمين لما بيزيد ده معناه ان انا واثق في هذه المنصه، انا جربت مره فمستعد اجرب الثانيه والثالثه، ومستعد ان انا اشجع ناس تانية، أصدقاء، أقارب، إلخ إن هم كمان يستخدموا المنصة. إحنا بنقيس النجاح بعدد المستخدمين اللي بيخش أكتر من مرة ويعمل أكتر من خدمة. لأنه جرب مرة فهيجرب تاني، ده معناه أنه مبسوط بالنوع ده. بالظبط. فلا العدد الـ 2 مليون اللي دخلوا السنة دي عملوا قد الـ 3.6 دخلوا السنة فاتت. طيب مرتين يعني. يعني الـ 2 مليون زائد الـ 3.6 عاملين مرتين الخدمات اللي اتقدمت السنة اللي فاتت. في عدد الخدمات وعدد المعاملات. فانا عندي زياده في عدد الخدمات اللي هي معدد المعاملات على الخدمات، بزود الخدمات. يعني برضو مثلا احنا لما نزلنا خدمه التمويل العقاري في شهر واحد 25,000 معامله. فانت بتتكلم على لما يكون في احتياج، ودي اللي اتعلمناه، لما يكون في خدمه عليها احتياج هي اللي بتجيب الناس. طبعا. بتجيب طبعا. الناس. فاحنا ونرجع بقى لحته المشاركه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ده يمكن اكتر حاجه عايزين نركز عليها الفتره الجايه، مشاركه المواطن معنا في الخدمات. احنا بنشتغل مع واحد من المعونات ان احنا هنعمل زي ما قلت لحضرتك، احنا هنبص على الشخص، المراه الوحيده، الموظف اللي لسه داخل جديد وهكذا. هنطلب من الشركات انها تحلل هذه الشخصيه وتحلل طلباتها من داخل الحكومه وخارج الحكومه، عشان لما نعمل التطبيق هنطرح ده على البوابه دي على اساس اللي عنده اللي ينطبق عليه الحاجه دي يقول لا انا عايز خدمه كذا، لا انا محتاج كذا. وبالتالي يبقى في مشاركه مجتمعيه في الوظائف بتاعه التطبيق المحمول اللي هنعمله. ودي الخطوه برضه هنعملها ان شاء الله في 23. هل خاطره جت كده شارده ورده على دماغي، هل احنا على المنصه بستخدم الجوريزم وتقنيات ذكاء اصطناعي وما الى ذلك، بحيث انه انا بحلل ادائك على المنصه وعليه ارشح ليك استخدام خدمات معينه بسبب طريقه استخدامك والحاجات اللي انت بتطلبها ومش عارف، بقول لك لا تقدر دلوقتي تعمل كذا، تقدر تنزل التطبيق الفلاني، تقدر تعمل 1 2 3؟ يعني احنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي عشان نصلح بيه قواعد البيانات. حلو. استخدمنا الذكاء الصناعي، يعني مثلا من الحاجات اللي استخدمنا فيها الذكاء الصناعي ان احنا نبني شجره العيله. استخدمنا الذكاء الصناعي عشان اعرف حضرتك ساكن فين بالظبط، لان انت لما بصينا على قواعد البيانات مفيش واحد عنده عنوان واحد. خلاص عناوين عناوين من ايام ما كان عايش مع اهله لسه العنوان في البطاقه. لما اتجوز على مراته هيتقفش عشان بس تبقى فاهم ان الرقم القومي هيتقفش. لا دي ما بنشتغلش عليها. يعني بالعكس احنا جينا في المنصه ما رضيناش نطلع اسم الزوجه. لا والله ده علشان خاطر حفاظا على البناء الاجتماعي. لا مش كده، عشان ما يحسش الناس يعني ان احنا بنحاول نتطفل في شيء او ان احنا نبرز شيء. بالعكس احنا بينا له اولاده وبينا للست اولادها. يعني فيمكن حد قال لنا كده، احنا كنا عملناها في منصه بورسعيد.
وكان ليها تداعيات، فقلنا لا احنا مش بندور، مفيش داعي ان انا اخلق مشكله من ال، لان ممكن تكون في بيان، يعني دي حصلت معنا ان كان في بيان متاخر في جهه من الجهات، وبالتالي هي كانت كان شخص كان حصل الطلاق بس مش كانش ظاهر عندنا الطلاق ده. ماشي، فتسمى في مشكله كبيره ده، في مشكله. فعشان كده لما جينا على مصر القوميه من سنتين وشويه كده قلنا لا، يعني خدنا القرار ده مع بعض. النقطة الثانية، الخدمات اللي بتقدم للناس زي ما قلت لحضرتك، هي لما يكون مطلوبة بتيجي، يعني بتجيب الناس وبيخشوا وبيشتغلوا، هذا كله مستوى، يعني أنا برضو بنقيس الرضا بتاع المواطنين. بس نرجع تاني للذكاء الاصطناعي، فأنا جبت العنوان المحتمل جاي منين. حضرتك عندك ولادك في مدرسة وموجود ليهم عنوان صح، وانت كاتب عنوانك في البطاقة بشكل، وكاتبه في التأمينات بشكل، وكاتبه في وظيفتك في العمل بشكل. فجمعنا العناوين دي وابتدينا نعمل الجوريثم كده، ويتنج الجوريثم، عشان اشوف ممكن تكون ساكن فين. بحاول احلل قدر الامكان حتى اصل اليقين. لان ده ينفعنا في التحليلات عشان ابقى عارف احط هنا مدرسه، احط هنا مستشفى، احط هنا حاجه. طول ما البيانات بعتمد على، يعني سلوكنا في مصر في الحته دي بيحتاج لمراجعه. ليه؟ لان البيان السليم ده بيخلي الدولة عارفة مين اللي قاعد. يعني احنا واحنا بنشتغل في حياة كريمة عايزين نعرف مين اللي ساكن ومستواهم الاجتماعي ايه، وماذا يحتاجون وماذا لا يحتاجون، خلاص، وايه الوظائف اللي ممكن يشغلوها. فالبيانات دي بالنسبة لنا هي اساس التخطيط صح. فطبعا نلاقي حد موجود في تأمين صحي في بورسعيد وهو اساسا لسه عنوانه في ساحل سليم كده، البيانات دي اقدر اطلع بيها شجرة عيلة. وطلعنا شجرة عيلة فعلا. يعني طبعا، لان احنا يعني ده استخدمناها، يعني استخدمناها حتى على المنصة عشان اطلع لك الاسرة. صح. والوالد هيشوف حضرتك، يعني حلو. انت يعني الوالد يعني هنبقى شايفين بعض، ده انت على مستوى كل واحد هيشوف اسرته طبعا، لكن انت التركيبة دي خلاص هتبين الشجرة. طب ده رائع جدا. طب انا اخر حاجة قبل ما اختم، الموضوع ده من شأنه كمان انه يحسن من الظروف البيئية، لان انا هقلل استخدامي للمواصلات ايا كانت خاصة او عامة، هقلل الاستخدامات الورقية الى اخره، وبالتالي انا كمان وانا بشتغل على ده فكأني متناغم مع مثلا مؤتمر شرم الشيخ اللي كان حاصل عندنا كوب 27، متناغم مع هذا النوع من الاتجاه العالمي. احنا دايما بيسموه حتى التريبل بوتوم لاين، يعني انا بدور على الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلاص. فطبعا احنا وفرنا ورق كتير، وفرنا زيارات كتير جدا، انا عندي حتى ارقام مهوله يعني، وحتى يمكن في مشروع العاصمه، وده مشروع عملاق برضو طبعا. احنا لغايه دلوقتي دخلنا على الكمبيوتر، عملنا رقمنه ل 190 مليون ورقه، خلاص. يعني ده بالطبيعي كده في اي جهه حكوميه بيتعمل له كوبي 4 لـ5 مرات. ادي مليار ورقه بس طبعا. والفكره كلها ان احنا برضو التوازن البيئي في انواع الداتا سنترز اللي بنشتغل عليها، انواع الاجهزه اللي بنشتغل عليها. عملنا في العاصمه فكره الشاشه الصفريه عشان ما يبقاش فيه انبعاث حراري، فلازم احنا نفكر في ده مع ده مع ده. ده الشغل اللي احنا بنحاول نعمله. أنا كل تحياتي وتقديري وامتناني لهذا الجهد بصراحة، وشدوا حيلكم معانا حبتين زيادة، لأنه إحنا لسه قاعدين عاملين بنحلم إحنا حتى كبني آدمين، بس عارفين إنه حضراتكم قدها وقدود. أشكرك جدا يا باشمهندس، نورتنا وشرفتنا. كل الشكر للمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي. على ما يبدو يا جماعة، على ما هنوصل 2030 هتبقى الحكاية سهلة جدا، اللي هو عمليا انت مش هتحتاج تنزل من البيت الا للشديد القوي عشان تخلص ورقه. ما خلصت الحلقه لحد كده. كريم رمزي يبقى داخل حالا، هو فين هناك؟ هو ورا البيت حالا بالا. كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله، وبرنامجكم التاسعه. سلامات.